لا 19 مرحبا و 1000 مرحبا. شتي 19 شنو درتي؟ ها انت رحلتينا و انت شتي غادي ربيك انا شتي انا واخا انت عندك مشكله ضعيفه غادي نهضر عليك حيت غادي ربيك حيت ما لقيتيش اللي ربيك بقيتي على 1000 خاطرك ما لقيتيش اللي ربيك حنا تنجمعكم وانتم تتشتونا ياك الحمد لله ربي كبير يا ربي واش تبقى؟ هو كي جاك ولا خرج ليهم خوهم جراه ليه هما يخرجوه يتسار صافي كلشي بمقابل هاك خو ارا وما كاين حزاره تحيه الخميره ايوا يا خوتي المشاهدين البنات هما اللي خدامين في هذا الوقت يكذب عليكم الكاذب مهم كيجيبوا الفلوس ويجيبوا الرزق ويجيبوا الخير باش كيجيبوه وكيفاش الله اعلم ماشي شغلنا حنا حنا في هاد اللقطه هادي ما كنتفرجوش في اليوتيوب ايوا ما كيتلاقى معنا ناس ما كيقولوا ليناش هادشي اللي كيطرى واش بناتك واش هادشي اللي كيقولوا بصح واش بنتك بصح بنتها زانيه مع باها واش بنتك الاخرى بصح راجلها لوبيا واش بنتك بصح هذاك الشيء اللي صورات صورات سميتو المره في الحمام عدوستها واش بصح راه بنتك مسكينه ضالمين هذوك الناس اللي في العربيه اللي سكنات معاهم 8 شهور ولا معرفتها ديال كورونا ضلموها وهي بدارها وكانوا معيشينها في القاهره وهي بدارها بطوموبيلتها بخدمتها واش بصح كانوا معيشينها في القاهره مسكينه وضالمينها ومعذبينها هي وولادها وهي كتهز الطوموبيلتها تمشي فين ما بغات واش بصح هذا الشيء واش بصح بنتك دارت شهر عسل هي وراجلها ومشات لمراكش عاد تفكرت راه باش كانت عندها 13 عام بنتها كان كيزني بها بواها اغتصبها وهو وكان كيخشي يدو ما عرفت فين واش بصح هذا الشيء لا البنات الخوت هما الحبابات كيجيبوا الفلوس ويخرجوا والديهم الله يرضي عليهم ويعطيهم الفلوس ويدوروا معاهم الله يرضي عليهم ماشي بحال الزوافريه راكو شفتو هذاك كيوقف لختو شدها سلخها عطاها سلخها قال لها علاش تجمع علينا دوك الرباعه في دارنا في دار الوالدين ايوا لا حشومه ما خصوش يدير لختو بحال ما هكاك خصو يخليها تاخذ راحتها تجمع الزوافريه ودير ليهم القصريه ديال الكسكسو كسكسه بيد الحمار برجل الحمار ايوا ماشي مشكل البنات زينات الخوت البنات زينات شوف خرجينا الله يرضي عليهم وغادي يخلصوا طلامط على اساس هو اللي غادي يخلصوا ماشي مشكل كذوب راه حلال كذبه بيضاء ايوا الله يخلي لي بناتي بناتي هما عمار داري بناتي هما عمار جيبي بناتي محمرات لي وجهي قدام الجيران كيجيو الطوموبيلات المخيرين كيفاش ومنين جابوا الفلوس ماشي شغلي بناتي في حلات بناتي خرجوا في رجالاتهم جفوا بهم اليوتيوب قدام العالم وبات وليداتهم خلاو لوليداتهم تاريخ متورخ بناتي هما عينيا ايوا خوتي اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبها نتمنوا من الله يدينا في الضو والله يرزقنا القناعه التامه يا ربي الله يرزقنا القناعه التامه بالقليل قبل الكثير الله يرزقنا القناعه التامه ويرزقنا حسن الخاتمه ايوا الى عجبكم الفيديو كبسوا ولا تحبسوا